وش اللي مصر على الطلاق وحنا تونا متزوجين؟ ماني عارفة أفكر. شوف يا أخ دوخي. أخ دوخي، أنا زوج، لازم تعرفين أنا رجلك على سنة الله ورسوله. أخ هذا تقولين لها هذا أقشر اللي دبغني، تقولين له أخ. أنا زوجك، أنا تقولين لي يا حبيبي يا عمري يا لب قلبك، يعني الحركات هذه. فهمني، أنا تو طالعة من تجربة زواج فاشلة، هذا غير مشاكل أخوي خاتم اللي ما تنتهي. عشان كذا أنا كنت مقررة أني أكرس حياتي، وظيفتي، البيتي، البنتي. بس بعد ما جيتني وقلت لي عن مشكلتك مع خاتم، قلت ورا ما يكون عندي زوج كذا يفكني من شر أخوي خاتم ومشاكل اللي بالعمل. هذه أنت قلتيها، ورا ما يكون عندي زوج، وأنا زوج، أنا زوج. يعني ما يصير قاعدة معي وحاطة هذه وبين رسميات، يعني تحليها شوي بس. يا أخي أنت ما تفهم، جالسة أقول لك أنا ماني مستعدة للزواج الآن. أنا كل موضوع أني أبي الفكة من أخوي خاتم ومشاكله. شف، إن كنت بتكمل جميلك معي تبيض الله وجهك وكثر الله خيرك، ما تبي طلقني وفكني. وش اللي طلقني؟ والمهر اللي أنا أدافع هذا وشو؟ عادي، روح خذها من خاتم. يا سلام، عادي روح خذها من خاتم. انت تتعاملين مع خاتم انه يعني حمامة سلام. هذا لو قلت له سلام عليكم دبغك الين يلعن ابو ثواك، ما بالك تجي تقول له والله مرحبا هلا رجع لي مهار اختك، شو تسوي فيني؟ والله عاد مشكلتك وتصرف فيها مع نفسك. يلا عن اذنك انا. وين رايحه؟ بروح انام، وراي دوام الصباح. طيب اجل خل ننام، يعني أنا ما أقدر، أنا طيب وين أنام؟ تشتراني عند أهلك، وش هو ما وراك أهل؟ شو عند أهلي يا بنت الحلال؟ أنا قايل لأهلي إن أنا رايح مسقط. حرمتي كلمتني تقول لي شلون أموركم، قلت لها الجو زين وفي مطر، وقالت أبي تجيب لي حلوى عمانية. يعني أنا أقول يعني على الأقل لو أنا هنا في الصالة، يعني على الأقل نقضي الليلة الأولى هنا إلى أن تهدى الأمور، تهدين أنت، يخف التوتر، بعدين عاد يعني إن شاء الله. لو سمحت ما ينفع تنام هنا بالصالة، رح المجلس مع خاتم نام هناك. يلا عن إذنك.